السلام عليكم ورحمة الله. كل يوم معلومة غلط، بس اليوم يوم أنا مختلف مع استشاري الأطفال حاتم تركستاني ومعلومات غلط عن طب الأطفال. دكتور حاتم، الفيتامينات للأطفال؟ الفيتامينات أبداً ما تعتبر أنها تفتح الشهية، لازم ننتبه لهذه النقطة. طيب والطفل اللي يجيله إسهال نعطي له دواء؟ ممنوع إعطاء أدوية الإسهال للأطفال لأنها أحياناً تخدعنا وتؤدي الجفاف وإحنا ما حاسين. طيب وأدوية الاستفراغ؟ وكمان أدوية الاستفراغ ما نعطيها، لها أثار جانبية وأحياناً تؤثر حتى على الجهاز العصبي. طيب أجل دكتور إيش نعطيله؟ يعني نخليه يستفرغ ويسهل؟ لازم إحنا نعرف أنه عملية الاستفراغ والإسهال عمليات حماية من الله سبحانه وتعالى. طالما فيه استفراغ وطالما فيه إسهال معناته فيه شيء وسخ في جسم الإنسان، والتطريش والإسهال قاعد يحاول أنه يطلع الشيء الوسخ من داخل الجسم. أهم شيء تعويض السوائل، مو مهم الأكل. إذا كان الطفل يتقبل عن طريق الفم نعوضه، لو ما يتقبل عن طريق الفم إذا نعطيه السوائل عن طريق المغذي. يا دكتور ما نعطي له مضاد؟ أبدا ما نعطي مضاد، يعني تقريبا 95% من حالات التطريش والإسهال فيروسية ما يفيد المضاد فيها. لكن يا دكتور المشكلة الأكبر هي السخونة في الأطفال. خليني أقول لكم إيش أغلب الأخطاء اللي الناس يقولوها عن السخونة. كثير من الأمهات يقولوا لي دكتور الحرارة العالية تدوب خلايا المخ، وأنا ماني عارف من فين جابوا هذا الكلام، ولا كان الناس كلهم خاخهم دابت. التشنجات حقة الحرارة تجي للأطفال اللي حرارتهم تكون مرتفعة، أعمارهم ما بين 6 شهور و5 سنين، أكثر من كذا ما تسوي أي تشنجات. التشنجات الحرارية بحول الله ما لها أي خطر. لا مو بقى. طبعاً نزار قاعد ينزل السنابات على كيفه، فمعليش سامحوني. المهم خلنا أكمل لكم. التشنجات الحرارية في الغالب الساحق بحول الله ما لها أي خطورة، ولا تنسوا فوق 6 سنين الحرارة بحول الله ما لها أي خطر. طيب ودواء الكحة يا دكتور؟ دواء الكحة ودواء البلغة ودواء الزكام ممنوع للأطفال اللي عمرهم أقل من 2 سنين. لقوا في الأبحاث أن أدوية الكحة ما تعالج الكحة، بل إنه بعض أدوية الكحة لها أثار جانبية أحيانا تكون سيئة لا سمح الله. الصحة حذرت من هذه الأدوية، هيئة الغذاء والدواء هنا في المملكة وفي أمريكا وفي دول كثيرة محذرين من هذه الأدوية. إذا لو لاحظتوا كثير من المشاكل الشائعة في طب الأطفال ما لها أدوية، ما لها علاج، تروح من نفسها بحول الله. ألف سلامة.